تقنية استخدام معالج المياه المغناطيسية اتكلمنا فيها كتير داخل الأراضي الزراعية ومع المزارعين مع الفلاحين مع المسؤولين عن المزارع الكبرى، نتكلم معاهم عملوا ايه، نجحوا ازاي، قضت ازاي على ملوحة التربة والمياه. النهاردة انا عايز اتكلم معاكم عن نموذج بيتعامل مع الثروة الحيوانية، نحن نوفر مياه للشرب بقطعان الماشية، تأثيرها ايه على نشاط وحيوية الحيوان، تأثيرها ايه على رفع مناعة الحيوان، هل معدل التحويل زاد؟ أسئلة كتيرة جدا عايزين نسألها من المسؤولين عن هذه المزارع. أهلا بكم في اسأل مجرة. برنامج اسأل مجرب دايما بتكون رحلتنا مع الفلاح، بنحاول ان احنا نسمع من الناس اللي اشتغلت في الاراضي الزراعيه اللي كان ليها تجارب وفضلت تشتغل على مدار سنوات عشان تقدر تحقق نوع من النجاح. النهارده احنا موجودين معاكم في الخطاطبه. الخطاطبه ليها يعني طبيعه مختلفه عن الاراضي الزراعيه القديمه لان هي اراضي صحراويه، ودايما انا كنت بتكلم ان الاراضي الصحراويه ممكن ان احنا نزرعها ويتم استصلاحها، لكن بتحتاج مجهود وبتحتاج علم، ما هي سهلة، هي صعبة لكن مش مستحيلة. النهاردة انا موجود في الخطاطبة، وطبعا ليا الشرف ان انا بقى موجود مع فرسان من فرسان الزراعة، فارس من فرسان الزراعة فعلا الحاج عماد، برحب بيك الاول. انت بقالك قد ايه في الخطاطبة؟ من 2002. من 2002 كانت ارض صحراء كلها. لا ارض صحراء كانتش. جراءة منك ان انت تيجي هنا وتبتدي تقول بقى انت منين اساسا؟ انا من المنوفيه. المنوفيه يعني اراضي قديمه، اراضي خصبه، نوعيه مختلفه تماما عن هنا. تمام. جراءة منك. مو لازم نمشي مع العلم. عملت ايه اول ما جيت هنا؟ خدنا مجهود، تعبنا. يعني انت هناك بتروي عندك ري بالغمر، بتروي من الترع، هنا طبيعه الري مختلفه. تمام. بتعتمد على الابار. تمام. احكي لي من اول ما جيت تجهز بقى الارض. تجهز الارض ده احنا اول ما جينا هنا كانت الارض صحراء، ما كانش فيه زراعه خالص، وكان الشغل بالجهاز. وصلنا وكفحنا واجتهدنا وصلحنا الارض، رغم ان كانت في راحه عندنا في المنوفيه في الزراعه هناك، واريح مننا 100 مره. استقرار. استقرار. وسط اهلك كمان، بس في ضيق، في ضيق، في كل يوم في مفيش جديد، مفيش تقدم. فابتديت بقى تفكر ان انت تكبر مشروعك، يبقى عندك كبرنا مشروعك تاني برضه. الري عن طريق استخدام الابار. تمام. انت البير اللي هنا بقاله كام سنه وغيرت مكانه اكتر من مره، هو نفس المكان من اول ما جيت؟ لا احنا كنا بنغير ابار كل 3 سنين، كل 4 سنين بغير، لان ما بتغير ملوحه. اول ما نسبه الملوحه ترفع معاك تبتدي تعمل بير جديد. بنعمل بير على طول. درجه الملوحه كام؟ درجه الملوحه هنا 1000، يعني في مناطق تلاقي حلوه، تلاقي 400 500 600، في مرات تلاقيها توصل 1600 1700 1800. بتعرف منين بقى درجة الملوحة؟ بتحددها ازاي؟ بنحلل. بنحلل في معامل تحليل، في معامل في السادات تحليل، في معامل هنا في الخطبة تحليل، بيطلع نحلل. احنا النهارده جايين بنسجل معاك علشان في اسأل مجرب معالج المياه المغناطيسي، ابتدى النهارده نشوفه داخل الأراضي الزراعية ومع المزارعين وفي إقبال عليه. ايه اللي خلاك تفكر في الموضوع ده؟ ايه يعني ايه المشاكل اللي حصلت عندك فخليتك تبتدي تفكر ان انا استخدم تكنولوجيا زي دي؟ وزي ما انت جيت الصحراء هنا زمان وكان عندك الجراءه، ابتديت كمان تستخدم تكنولوجيا تعتبر لسه ما انتشرتش بالكامل، فده نوع ايضا من الجراءه. ايه السبب؟ السبب في 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 في, في, في الجهاز اللي انا ركبه، الخوده. الخوده كان بيسقط عندي كل اسبوع ما لا يقل عن 50-60 عود ينشف. فحللت التربه وحللت الميه، لقيت الميه والملوحه بتزيد، فقلنا ندق بير تاني، فلقينا عاملينها مكلفه. التكلفه النهارده زادت من 7-8 سنين، كانت التكلفه اقل من النهارده 3-4 اضعاف، فزادت بمقياس عالي. ففكرنا في حكايه الفلتر، جربناه جاب نتيجه حلوه. كانت الملوحه هنا 1800،
لما ركبنا الجهاز بعد 14 شهر وصلت 1300. بعيدا عن نسبه الملوحه، الاشجار اللي انا واقف معاها دلوقتي يعني الكاميرا معايا اهي، دي الاوراق بتاعتها. حاج عماد كان بيقول انه بيحصل عنده تساقط كل يوم، كام عود بيتساقط عندك؟ يعني كل اسبوع. كل اسبوع 30 40 عود. 30 40 عود يعني ده كده يقضي على الاشجار لا قدر الله. مفيش. فاحنا النهارده شايفين انت بقالك 4 شهور مركب الجهاز، في حيويه في الاوراق، في حيويه في الشجره نفسها. واضح كمان لو الكاميرا بتجيب معايا من حوالين الشجره نفسها في الارض، الارض من حواليها مظاهر التملح مختفيه. فالنهارده تقدر انت تقول ايه بعد ما جربت الجهاز ده 4 شهور؟ انت مركبه على مساحه كام فدان؟ مركبه 50 فدان. على 50 فدان جهاز واحد؟ جهاز واحد. والنتيجه متساويه من اول الارض لاخرها؟ متساويه متساويه. ما تقولش ان في تحسن في مناطق ومناطق؟ لا 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 متساويه، النتيجه متساويه. حاسس ان انت يعني استفدت من التكنولوجيا؟ لا لا، ما احنا استفدنا عشان كده طلبنا جهاز تاني كمان. يعني انت ان شاء الله هتتوسع، يبقى عندك بدل الجهاز اتنين. بدل الجهاز اتنين. هتركبه في ارض تانيه بعيد عن ال 50 فدان ولا في نفس المكان؟ لا، في جنب ال 50 فدان، وفي برضه جماعه اصحابنا وحبايبنا برضه لما شخرنا لهم في الجهاز بدوا هيناقشوا وهيطلبوا ان شاء الله. يعني احنا زي ما احنا بنتكلم، اشجار الخوخ بعد ما كان بيحصل فيها تساقط، في النهارده بعد تركيبه تكنولوجيا معالج الماء المغناطيسي ومرور 4 شهور اختفت مظاهر القوه والحيويه، ابتدت ترجع مره ثانيه للاشجار. التوسع في ان انا انشر الفكر والعلم، بعد ما استخدمت جهاز لا هيبقوا اتنين جيران يشوفوا التجربه، هو ده العمل، ان احنا ندفع عجله الانتاج للامام باستخدام العلم، ان احنا نتغلب على الصعاب اللي موجوده في الصحراء المصريه. ما فيش حاجه توقف قدام المزارع المصري. النهارده عايز اتكلم معاكم عن تجربه بالنسبه لاستخدام معالج مياه المغناطيسي. احنا اتكلمنا عن المحاصيل الزراعيه وسالنا المزارعين، سالنا المهندسين الزراعيين المسؤولين عن المزارع. النهارده انا موجود في حظيره لتربيه الاغنام، وازاي ان احنا نوفر لهم مياه معالجه مغناطيسيا، وايه اللي دفع القائمين على المشروع ان هم يفكروا الفكر ده. في البدايه طبعا انا برحب بيك. اهلا وسهلا. اسم حضرتك ايه؟ المهندس مجدي هجرس. مهندس مجدي هجرس. هجرس. تخصصك ايه؟ انتاج حيواني. انتاج حيواني. فكره جديده يعني، في حد قبل كده طبقها في مصر فانت ابتديت ان انت تجرب، ولا انت ايه اللي خلاك تقبل على هذه التجربه؟ والله طبعا كله تحت قياده الدكتور احمد السجاني، صاحب المزروع. المزرعه الفكره جات له وبعت لنا الحاجه، فالاول ما كنتش مقتنع ان ممكن الحاجه دي تظبط لنا الدنيا. فلما ركبنا وشفنا الاستعمال بتاعه فعلا فرق عندنا في كل حاجه. لما الفرق يعني ايه؟ ايه اللي حصل قبل تركيب الجهاز وايه بعد تركيب الجهاز؟ قبل تركيب الجهاز الملوحه بتاعتنا كانت عاليه جدا في الميه. الملوحه زادت نفسها زياده، والحيوانات ما طبعا انت عارف ان الميه بتفرق مع الحيوان. فلما غيرنا الجهاز الحيوان بدا يشرب كتير، فالوزن بدا يفرق معاه، فكل حاجه بتفرق مع الجهاز الجديد ده. الفرق في الاقبال كمان على الشرب، يعني احنا ساعات بنشوف الميه بتبقى موجوده قدام الحيوان وما بيبقاش عليه اقبال ان هو يشرب، او يشرب حاجه بسيطه جدا. تمام فعلا. كان بتحصل عندك كده فعلا؟ كانت بتحصل ان الحيوان بيشرب الميه بس ما بيشربش كميه اللي هو عايز. ما بيشبعش، ما بيرتويش. فلما الجهاز تتركب فعلا بدا يشبع من الميه وبدا يشرب منها كتير وبدا يفرق معاه. معدل التحويل اختلف الزياده يعني؟ اكيد معدل التحويل اختلف فعلا عن الاول عن دلوقتي. انت في الاغنام في برامج للتحصين بتشتغل عليها؟ انا شايفك بنحصن كل التحصينات بتاعتها. كل التحصينات بتاعتها بنحصنها في مواعيد. مناعه الحيوان نفسه حاسس ان هي زادت او مش حاسس؟ لان انا عارف ان انت في المزارع بيبقى في رصد، اي مشكله بتحصل عندك بتكتبها بتتابعها علشان ما تتكررش. بعد استخدام تكنولوجيا معالج مياه المغناطيسي رصدت حاجه؟ والله في بيفرق في الحيوانات، ان مثلا ممكن فعلا المياه دي تخلي الحيوان ذات نفسه ماشي قدامك كده مش عاجبك. فبعد ما ركبنا المعالج ده الحيوية نفسها بقت كويسه.
في نشاط، في نشاط في الحياه، في امراض ممكن يعني او مش امراض، اعراض بتبقى زي الاسهال، زي مشاكل في الكرش، دي موجوده دلوقتي ولا اختفت؟ لا حاليا مش موجوده. حاليا مش موجوده، وقدامك اهوت ممكن تتفرج وتشوف بنفسك. في ما شاء الله في حيوان في القطيع، وهم طبعا عارفين ان في زائرين في المزرعه غريبه، فدي بتبقى عامله لهم نوع من التوتر يعني. انما انت تقيم التجربه بتاعت استخدام معالج مياه المغناطيسي في شرب الماشيه نجحت؟ تقيمها يعني؟ نجحت فعلا 100%، نجحت. ويعني اقول للناس كلها انها جربها بجد، ناجحه بكل المقاييس. يعني احنا في اسال مجرب، الهدف ان احنا نتكلم مع القائمين على المشاريع، اصحاب المنفعه هم دول اللي استفادوا من التكنولوجيا، هم دول اللي شافوا المردود قدام عينيهم. والكاميرا يعني جايبه معانا اهو حيويه في القطيع، في نشاط. كلام القائمين على المزرعه بيؤكد فعلا نجاح هذه التجربه، وان هي تستحق ان احنا نبتدي نعممها في الثروه الحيوانيه. الثروة الحيوانية أكثر من 90% من تعدادها في إيد الفلاح، هو اللي مسؤول عن البروتين الحيواني في مصر. وبالرغم من كده هو بيتعرض لمشاكل، دايماً بيتكلم عن التحصينات، بيتكلم عن الأمراض، بيتكلم عن غياب الخدمات البيطرية داخل الوحدات البيطرية، غلاء الأعلاف، مع أنه هو شريك في منظومة إنتاج الأعلاف في مصر. لكن النهاردة برضو إحنا بنتابع تجربة أو نموذج جديد. إحنا موجودين، كنا بنتكلم على تقنية معالج المياه المغناطيسية وأثرها على المحاصيل الزراعية، وأن هي جابت عنده نتيجة بالنسبة للموز وبالنسبة لأشجار البرتقال، أكتر من نموذج نجح. هذا لجميع الزراعة حضرتك. الحمد لله. بس في حاجة جديدة بقى أنت قلتها لي بالنسبة للغنم، اللي من عند ما شربت من الجهاز نسبة الأمراض بتاعتها قلت عن الأول، وبدأ الأكل يبان عليها برضو عن الأول. ده بالنسبه للغنم بدات فتحت شهيتها، وبدات تاكل، وبدا الاكل نفسه يبان في معدل تحويل باين. الاول كانت بتاكل والاكل ما يبانش، فدلوقتي حاليا الاكل بيبان عليه، ونسبه الامراض برضو قلت شويه. تمام. فكرت ازاي انت تسقيها من الميه؟ بنسقيها بقى من الميه، لان هي واقفه هنا، وبنملى من الخراطيم حضرتك من الارض ونسقيها. يعني هي جت صدفه ولا جت بالصدفه كده؟ ما كانش نعرف برضو يعني. بس هو شيء اهدناه. بقيت شايف ان هي مقبله على الشرب اكتر، مقبله على الشرب ومقبله على الاكل، والاكل اصبح بيبان، ونسبه الامراض قلت عن الاول. كان ايه المشاكل المرضيه اللي بتجيلها مثلا؟ والله يا دكتور احنا كنا بنعانوا من جميع الامراض، في بهايم، في غنم، في كل حاجه. ما زالت برضو البهام قرفانه لدلوقتي. لسه ما جربتش ان انت تسقيها من المياه المعالجه؟ مش البهام ما بنسقهاش منه، لان البهام يمت فوق والميه مش ايه مش واصله لها، الجهاز راكب النحادي منها مش واصله لها. انما لو الكاميرا معايا هنا، دي الاغنام، دي الغنم زي ما احنا شايفين، في بسم الله ما شاء الله يعني اقبال على تناول العليقه. الجو يعتبر حر، لكن هم ما شاء الله في برضو حركه وفي نشاط. احنا على فكره لما بنخش اي مكان يا حاج في التوقيت ده بيبقى الغنم نايم. وهنا برضو بالنسبة للبتاع، الغنم قبلت على الأكل، والحتة برضو احنا عاملين محاطين عليهم بالسجر عشان الحر والكلام ده برضو. وفر لهم انت وفر لهم المكان، الرعاية الكاملة يعني. وانا شايف انت بقالك قد ايه بتسقيها من المياه المعالجة؟ بقالنا دلوقتي خمس شهور بيشربوا من المياه المعالجة دي. بالنسبة لإضرار الألبان وبالنسبة للولدات او برضو حلوة مش وحش يعني، عملت حلوة، هي باينة في كل حاجة يعني، باينة في أكل، في رعاية، في كل شيء. دي يعني تاني مرة بنسجل تجربة تقديم مياه معالجة مغناطيسيا للماشية، قبل كده سجلناها في تونس، النهاردة احنا بنسجلها في مصر. عملت معدل تحويل أعلى، رفعت من مقاومة ومناعة الحيوان للأمراض، في نشاط وحيوية وإقبال على العليقة، وده بيؤدي في النهاية يبقى عندنا استقرار في الثروة الحيوانية. نموذج مهم، نموذج المفروض ان احنا نبتدي نستفيد منه للعلم في مصر، ونبتدي ان احنا نطور من ادواتنا، لان الفلاح المصري فعلا هو اللي مسؤول عن الغذاء ومسؤول عن تقديم البروتين للمواطن المصري.
دايما كنت بتكلم مع حضراتكم عن تكنولوجيا معالج المياه المغناطيسي، وكنا بنتكلم على المحاصيل الزراعيه المختلفه. النهارده انا معايا نموذج من داخل احد المزارع الخاصه الكبرى، مشاريع استثماريه في مصر، لان صناعه الثروه الحيوانيه من المشاريع الهامه في مصر. النموذج ده ابتدى يجرب استخدام تكنولوجيا معالج المياه المغناطيسي لتوفير مياه لشرب القطيع. حصل معاه عده متغيرات، زياده في انتاج او اضرار الالبان، زياده ايضا في معدل التحويل، ايضا زياده في رفع قوه وقدره مناعه الحيوان لتحمله لجميع الظروف المحيطه به. النهارده احنا موجودين معاكم عشان نسمع من المسؤولين داخل المشروع، عشان نعرف في برنامج اسال مجرب اخبار معالج مياه المغناطيسي ايه مع الثروه الحيوانيه. النهارده انا معاكم بنتفرج على تجربه مزرعه لانتاج الالبان، بنشوف فيها استخدام تكنولوجيا معالج المياه المغناطيسي من اجل توفير مياه للشرب للقطيع الموجود. احكي لي يا باشمهندس التجربه دي بتتصرف. والله بسم الله الرحمن الرحيم، انا اولا بشرف بحضراتكم في مزرعتنا، مزرعه الدكتور احمد السجاني، وعن تجربه ان الانتاج الحيواني عندي الدنيا اتظبطت معاه بعد ما غيرت نسبه الماء بتاعته. الدنيا بقت تمام عندي، اللبن عندي كان قليل، فلما غيرت المايه بتاعتها زاد 20% بالانتاج اللبن. حسبت ازاي 20% زياده في انتاج اللبن؟ انا عندي بسجل اللبن يوميا. فقبل ما اركب الجهاز اللبن عندي بسجله يوميا، فبعتبر طلع التدريج الارتفاع في اللبن طلع تدريج. انا عايز اكد على حاجه، لو الكاميرا معايا، احنا دلوقتي كل حيوان عليه رقم. الحيوان ده لما بيدخل المحلب بيتاخد منه كمية الألبان، بيتم تسجيلها يوميا، بنعرف معدل الإنتاج اليومي، وبمعنى كده ان انت قدرت تحسب النسبة اللي هي 20%. تمام، كل حيوان من ده موجود فيه الرقم بتاعه، يخش المحلب بتاعه وياخد كل تحصيناته، كل يحلب نعرف الكمية. الرقم ده مثبوت عليه أيضا التحصينات اللي الحيوان خدها. انتوا هنا طبعا كمزرعه بتمشي على برامج التحصين، برامج التحصين بتاع السنه ماشيه تمام التمام، وبيخش المحلب تمام ياخد رقم الحيوان موجود، الجهاز موجود فيه كميه اللبن، فبيبقى مسجل كل يوم البقره دي جابت كام كيلو. انت عشان تورد الالبان دي انت محتاج تحليل للدسم، محتاج تحليل لخلوها من الميكروبات، ده بتقوم بيه هنا ولا في الشركات اللي انت بتورد لها؟ لا، احنا بنودي شركه جوهينا في مصر، هي بتجيب لنا تقرير اسبوعيا بالدسم، بالدهن، بالكربون، بالمضاد البكتيري، بيجيب لنا العد البكتيري كل اسبوع، فبنعرفه اسبوعيا يعني من شركه جوهينا. فرق معاهم؟ فرق معاهم طبعا، فرق معاهم. الشهادات دي موجوده، ممكن احنا موجوده على الواتس وسهله ان احنا نجيبها يعني. طيب، ان شاء الله. يعني لان احنا دي مهمه قوي ان انا اعرف بعد استخدام معالج المياه المغناطيسي لتوفير مياه لشرب القطيع ده فرق معايا في ايه؟ الباشمهندس بيقول ان هي زودت معدل انتاج الالبان 20%، ايضا ان هي فرقت في مكونات اللبن نفسه، بيقدر يورده للشركات الكبرى بدون اي مشكله. هو الحمد لله هنا بيشتغل بنظام علمي، وبالتالي عنده برامج التحصين بيقدر يوفرها، وعنده حمايه بالنسبه للامان الحيوي في المزرعه. النقطه الجديده واللي هي تعتبر طفره لو احنا قدرنا ان احنا نتوسع فيها في مجال صناعه الالبان في مصر، هتفرق معانا كتير، لان احنا محتاجين ان احنا نزود المعروض في الاسواق. ده في نفس الوقت التكلفه هي هي، يعني انت مصاريف المزرعه واحده بالنسبه للاعلاف، بالنسبه للعماله، فانا لما ازود 20% زياده في الانتاج، دي زياده في صافي الربح 20%، صح؟ كلامك صح، هو فعلا الحيوان روحه الميه. الحيوان روحه الميه، الميه بتفرق مع الحيوان في حاجات كتير. الحيوان بيشرب ميته كفايته خلاص تمام تمام، بيزود في اللبن طبعا، حاجه معروفه يعني. تمام. بعد كده انتوا ناويين تتوسعوا في التجربه دي، يعني تخش على التسمين؟ اكيد طبعا، اكيد الدكتور احمد لازم هيتوسع في الموضوع ده باذن الله. الخطوه دي اقبلتوا عليها ازاي؟ والله دي تعليمات الدكتور احمد، وانا اتفاجئت بها هنا في المزرعه، وقدرنا نجرب ونشوف فعلا حسينا بتغيير. أراضي وادي النطرون من الأراضي الزراعية، الفلاحين اللي يعني قاموا بعملية النهوض بالقطاع الزراعي فعلا كانوا بيواجهوا أراضي صحراوية، كانوا بيواجهوا مشاكل كتيرة جدا، خصوصا
ان احنا عارفين كل اهل المنطقه هنا من المحافظات يعني الاراضي القديمه. اول ما جيت هنا كان الوضع شكله ايه؟ كانت الارض صحراء خالص، ما كانش فيه اي زراعه. انت منين؟ انا من شبين الكوم، من شنوان مركز شبين الكوم من فوي. اهلا وسهلا يا مرحبا بيك. لكن علشان لقمه العيش وعلشان نشتغل ما فيش اي حاجه جينا هنا. بقالك قد ايه؟ بقالي 18 سنه ما شاء الله. طبعا هنا الري، انت الميه دي جايه منين؟ الري ده بالتنقيط، الميه بتجي لنا البحاري، بتجي لنا مره في الاسبوع، بتيجي كل 8 ايام مره. فاحنا عشان ما فيش ميه وتعبانين دقين ارتوازي على حسابنا، فالارتوازي ملح مننا، والزراعه دي كانت ماتت، الموز ده كان مات وصفر وحللنا، قالوا الملوحه عاليه والاعفان وبتاع، فقعدنا نعالجهم ما فيش فايده. فتنيت لما ربنا كرم ولقينا الاعلان على التلفزيون، فاتصلت بدكتور محمد وجبنا الجهاز. فبعد ما ركبت الجهاز ده من 10 ايام بعد ركوبه بدات لقيت الزراعه بدات تخضر والبرعوم بدا يشتغل. انت بتقول كلام مرتب. اولا بتقول لي عندي مشاكل وعندي نيماتودا وعندي اعفان، فابتديت احلل. حللت فين؟ حللنا في عبد المنعم رياض مرتين، وحللت في النبريه مره. النسبه كانت كام؟ نسبه الملوحه، نسبه الملوحه عاليه، نسبه الملوحه كانت 1200 1200 بالنسبه للميه. انا حللت الميه. اما الارض نسبه، قال لي نسبه ملوحه ونسبه اعفان واكله الجذور، واكله الجذور بتاعت المحصول نفسه، ناهيه الجذور. جيت رحت شفت تقنيه معالجه المياه المغناطيسيه، قلت اجرب. عالجت، انا ما كنتش نعرف موضوع الجهاز. انا عالجت الاول بالاعفان والامراض والحاجات اللي هي الفطريه والكلام دي، تمام. حوالي شهرين او ثلاث نعالج والزراعه تموت، ما فيش اي نتيجه. بتعالج ازاي؟ يعني كنت بنجيب دواء من اللي هو الاعفان، حاجه اسمها غير اسماء، يعني بتروح تسال على ادويه وتبتدي تشتري تدفع فلوس، ونجيب نحط الجرعه ونستنى مثلا 10 15 يوم ما فيش نتيجه، الزراعه بترجع لورا، نجيب غيرها ونحط، ونجيب املاح اللي هو الديناميك والحاجات دي ونحط، برضه ما فيش فايده. فربنا كرم، متابع قناه مصر الزراعيه، فلقيت بيزعوا عن الفلتر اللي هو بتاع الدلتا ووتر ده، فاخدت الرقم واتصلت بدكتور محمد وقابلت حضرته وجبته ركبته، فبنقول له نتيجه بيه، قال لي نتيجه هتبان معاك من بعد شهر. انا بعد 10 ايام لقيت الزراعه بدات تضرب برعوم اخضر وجديد وتجدد وتشتغل. فاق التاني الحمد لله، ربنا كرمنا احلى كرم. بقالك قد ايه مركب الجهاز؟ مركبه من 10/3 كده، بقاله 5 اشهر. يعني انا لما ابتدي اقول ان انا عندي نتائج من بعد 10 ايام، اكيد في 5 شهور حصل. لا، ده الزراعه دي كانت راحت، الزراعه اللي انت فيها حضرتك دي ما كانش فيها حاجه خالص، كانت ماتت عادي. بص به، كان الورق يطلع وينشف زي ده كده. ورق كان بيطلع، ده المشهد القديم. ورق ناشف كان بيطلع وهو لسه موجود. يعني حتى ده لسه موجود، الشجره هي دي هي دي الاشجار الموز اللي كانت موجوده، والقلب يطلع ويروح واقف. فمن عندي ما ركبت الجهاز ده وتابعت ب 10 ايام لقيت الزراعه بدات تجدد. بعد تركيب الجهاز اهو زي ما الكاميرا جايبه، احنا عندنا حيويه ثانيه. اللي في الارض ده اللي هو ده المطوه طالعه به، من ان الجدر نضف واللمان عدلت، الارض نسبه الملوحه راحت، كان على وش الخرطوم ده تلاقي اللي معايا ده القديم، ده القديم ده اللي مات، ده اللي مات وده اللي عدم خالص. اما غيره بقى جدد واشتغل اهو، ربنا كرم بيها. بص به، كانت الورقه بتطلع عامله زي دي كده وتموت، نعالجه مهما نعالجه كانت بتموت. حاليا دلوقتي بقى لنا 5 شهور، ربنا كرمنا احلى كرم والزراعه انعدلت. الري بالتنقيط، خطوط الري كانت بتحصل لها مشاكل بسبب زياده الملوحه نفسها، المواسير نفسها. المواسير عادي، هو النقط كان بينكتم، وبرضه ايه يعني نسبه الكتمان خفت بسيط. النقط نفسه؟ النقط نفسه بتاع الخرطوم هو اللي كان بينكتم زياده عن اللازم، بس حاليا خفت يعني بسيط، ما بعدش ايه. الاضافات السماديه بتضيف ايه دلوقتي؟ بنحط حاليا نترات وبوتاسيوم وحاجات من دي. للموس. انت اشتريت جهاز واحد، ركبت جهاز واحد. جبت جهاز. المساحه قد ايه؟ المساحه اللي بيروها الجهاز دي دلوقتي 20 فدان. ما شاء الله. النتيجه واحد في ال 20 فدان؟ النتيجه حضرتك هتشوف البرتقال ده كان بيوقع ورق وكان ما فيش طرح، الطرح السنه دي شال. احنا واقفين في الموز والبرتقال قدامنا. طب تعالى مع بعض كده والكاميرا معانا. ادي الموز ورايحين على البرتقال. البرتقال ده كان بيصفر يا بيه، وكان بيوقع الورق ده كله. الورق ده كان بيوقع، ما كانش فيه النسبه الخضريه دي، وكانت الشجره كل سنه الطرح ده ما فيش ربع طرح. السنه دي الشجره مسكت لون من ساعه ما كده وجددت، والله صل على النبي شايله طرح طرح. مسكت لون يعني ابتدت تخضر تاني الشجره ورجعت لطبيعتها العاديه. وطرح اللهم صل على النبي شايله طرحها العادي وفوق من العادي كمان.
الاهتمام بنظافه البساتين مهم قوي. انت الايدي العامله عندك هنا فيها مشكله؟ الايدي العامله بنجيبها لمؤاخذه بالاجره، واحنا منظفين الارض، بس دي مش شايه، احنا اللي حاطين العفش ده عشان العربيه تنزل والجرار ينزل، الارض ما تغرسش. انت قاصد انما احنا لو دخلنا جوه ما بين الاشجار فعلا ما بين الاشجار نظيف، مفيش مشكله. اما هنا العفش ده سيادتك احنا اللي حاطينه عشان نعمل طريق. احنا بنحاول نتغلب على اي مشكله تقابلنا. الفلاح فعلا مجتهد، يعني نموذج نتعلم منه كلنا. لما يسمع ان عنده مشكله وليها حل، وان انا هجيب جهاز واركبه، وبعدين فكره تعتبر جديده على المزارع المصري، يعني انت تقول له انا هركب لك جهاز ما بيتوصلش بالطاقه، مش هياخد منك كهرباء، ملوش، مش هيحتاج قطع غيار، مع ضمان مدى الحياه. فانت النهارده بتتكلم على ان خطوه جريئه من المزارع ان هو يطبق العلم. احنا بصراحه بيه كنا بنتلقفهم لان الزراعه كانت ماتت. انا صرفت في يجي شهر وشهر ونص 40 يوم، صرفت اكتر من يجي 20,000 على شويه زراعه وماتوا في شهر. في 40 يوم علاجات وتعليقات كذا مره وبتاع، مفيش فايده، ما جابوش جدوى، لا ما جابوش نتيجه. انا كنت بنحطه والزراعه بترجع لورا بتموت. تقول ايه عن الجهاز ده دلوقتي للفلاحين اللي بيشوفونا؟ زراعه الالف الالف، واي واحد عنده مشكله يركب جهاز ما يترددش في اي مكان.